عندنا شباب صغار يعني يلعبون صح. يعني يلعبون بس شلون يصل للمنتخب شلون يصل للجهات المعنية حتى يكتشفون موهبته هذا من خلال المستوى من خلال الدوري هو شلون يشوفوه هو يروح ينتمي لأي نادي ينتمي للنادي ويلعب من الدوري من يدخله بالنادي وهذا الحكي عنده ساعب جيبه نجيب للزوراء يلعب بالنادي نعم. ويستمر وياخذ ويأخذ يعني ويحجون ويانا بس أنا ما نعرف الآلية صح لو لا سيد كلام الصحيح